الجانب الأهم إنه كون العمل إنساني طبعاً، يعني الواحد يكون عنده شعور، يعني يشعر بالفرح وقت اللي يطفي حريق، ينقذ إنسان، حريق، حادث سيارة. هذا الجانب الأهم شيء إنه يشمل الجانب الإنساني. يعتبر عمل إنساني خدمي يستفيد منه كل الناس، لا يعني ما يتقيد بحدود معينة ولا سياسات معينة، ما له علاقة بالسياسة، ولا عمل خدمي إنساني لخدمة المجتمع. أنا اسمي مجدي زبير منصور من محافظة الحسكة، ساكن بالصالحية، عمري 28 سنة. أنا كنت طالب جامعة، تخرجت ب 2018. بعد ما تخرجت نتيجة الأوضاع الصعبة كانت، صارت مسابقة عندنا بالفوج الإطفاء وقدمت عليها والحمد لله نجحت. توظفت ب 2018 وصار لي 4 سنين بفوج الإطفاء الحسكة. صار عندي إلمام أني صير عندي معلومات وخبرة عن فوج إطفاء الحسكة وكيفية إخماد الحرائق وإنقاذ غريق وحوادث السيارات. كون أنه فوج إطفاء الحسكة يعتبر من الدفاع المدني، لازم الواحد يكون عنده لياقة. التحقت بنادي بناء الأجسام، صار عندي لياقة وصار عندي جسم قوي والحمد لله. الحرائق اللي تعرضنا لها بعام 2019 قدمنا شيء كثير منيح بسبب الاوضاع اللي عندنا. كون المنطقه عندنا زراعيه، بعام 2019 تعرضنا لحرائق كثيره وساهمنا بهالمجال هذا، والحمد لله قدمنا شيء منيح. إبراهيم حسين، مسؤول عن التدريب والجاهزية بفوج إطفاء الحسكة حاليا. طبعا مواليد 1960، من سكان الحسكة. كنت بالدفاع المدني منذ عام 1983 وحتى 2012، تقاعدت تقاعد نظامي من الدفاع المدني. مهمتي بالدفاع المدني كنت رئيس العمليات والتدريب ومدرب. أول ما جيت بتدريب العاملين الموجودين بفوج الأطفاء، طبعاً كنا نفتح دورات بالسنة مرتين، يعني بداية الموسم قبل ما نبدأ بالموسم وقبل ما يبدأ فصل الشتاء كمان، لأعمال الإنقاذ مثلاً حالات الغرق، يعني في ممكن طوف بيوت مثلاً بالسيول وكذا. فأنا كنت أدرب دورات أطفاء ودورات إنقاذ ودورات إسعاف في نفس الوقت. فاستمريت بالعمل. طبعاً العام 2021 برنامج الفرات مشكور فتح دورة لأعداد المدربين بمدينة الرقة لمدة 10 أيام. طبعاً أنا كمان حتى لو مدرب لكن بحاجة دائماً لمعلومات جديدة، في فكرة جديدة، فخضعت لها الدورة كمان. الدورة هاي على أساس اعتمدوها كمدربين، كل شيء خضع للدورة هاي، اعتبروهم مدربين، يعني يدربون دورات إطفاء بأفواجهم أو مراكزهم. فوج المركزي طبعا بالحسكة في له نقاط ضمن المنطقة الدرباسية، ان في نقطة للفوج تلتمر في لها نقطة للفوج، شدادي الى نقطة الفوج، الهول الى نقطة للفوج، منطقة زرقان كمان في نقطة للفوج. طبعا هدول كلهم تابعين للمركز الرئيسي بالحسكة.